نادد أنصار جمعية وهران بالوضعية الكارثية التي يعاني منها الفريق، مطالبين بعودة محمد سعدون الرئيس السابق للفريق من أجل إنقاذ الفريق وإعادته إلى مكانته الأصلية بين كبار البطولة. هذه لازم هذه مدرسة بكري رمتوا عليها الرجال ديجا راه عرب بونص الله يرحمه راه رضوان الشاب حسني الله يرحمه العافية لاص وحميدة البريزون الأول دروك الرجال راهم راحوا منها وحنا رانا متمنيين لي زونسيان جوار يجوا لاص لي زونسيان ولادها إذا اللي تهلا في الإيكيب أنا معاها أخويا راك فهمني أي واحد يجيبوه هنا ما عاد من تو قلت راهك سموه أنا معاه راك فهمني مهم واحد يولي عنده الدراهم وبرك أنا ما يبيعوا في الجوارة الجوار اللي بان يبيعوا المولودية تاع وهران ويبيعوا الشيربي اللمسيه جياسكا خصنا يخليهم عندنا باش نديروا لي تيتر. الاداره الحاليه اللي راهي دروك زعما ماشي كيما الاداره اللي كانت الاولى، انا بول موالي نستعرف بزوج تاع لي بريزيدون كاين بنقرعه وكاين مموح باسكو هو كان يخلص ويعاون معاون الانصار. نهار اللي لازم دير واحد صالح جمعيه وهران دير واحد صالح لازم تطلع ودير فريق. راهم فيها غير الناس اللي خاطيهم الفوتبول. الناس اللي ما تعرفش البوله راهي في راسها.